صيح عواد يلبيها. يوم البلد فهاد يا علة بطيبة ونعيد صايلنا لراضيها حنها للركب ومعازيبه رسومنا تعرف بساميها والسابق من تكسب المركب وتجيبه الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دائما وأبدا طلب التوفيق والسداد والنجاح يا رب العالمين. شكرا لجميع الزملاء الذي سبقوني بالوصف والتعليق على تحديات وعلى منافسات الكبار هنا على بركة الله وتوفيقه. تعلن البداية وتعلن إشارة الانطلاق وإشارة البدء هنا لشوطنا السادس وهو الخاص بالزمول هنا من مسافة 5 كيلومترات ضمن انطلاقات ومنافسات مهرجان ولي العهد للهجن لنصل معكم إلى ختام هذه الأيام للمرحلة التمهيدية ضمن منافسات وضمن تحديات هذا الكرنفال الكبير. لنرحب بكم مشاهدينا متابعينا الكرام مع منافسات الكبار ومع البداية الأولى لنبدأ مع حضراتكم مع مقدمة الشوط والمركز الأول. من يندفع مع الصدارة هو شاهين وسعيد بن سالم بن حمد العويصي مقدم لنا شعاره مقدما لنا شاهين على المركز الأول شعار العويصي مع الصدارة الأولى ومع المركز الأول. بينما ننتقل إلى المركز الثاني حيث الوصول والقدوم مع سياف بشعار محمد بن سعود بن عيد بن حرب العطوي مقدم لنا سياف على المركز الثاني حاضرا ومتواجدا مع المركز الثاني ومع مركز الوصافة. بينما المركز الثالث القادم هو شاهين بشعار علي بن جابر بن جرحب المري مع المركز الثالث. أبناء دولة قطر يشاركون
هنا في هذا الكرنفال الكبير مع وصول شاهين وعلي بن جابر بن جرحب المري من يحمل الرقم واحد، بينما المركز الرابع شعارك يا الاحبابي القادم مع فداع وسحمي بن سعيد بن فلاح الاحبابي وصل مع المركز الرابع ليقدم لنا شعاره ويقدم لنا فداع راعي ريماس يتواجد ويحضر بشعاره في هذا الشوط، بينما ننتقل معكم إلى خامس المراكز إلى خامس التحديات. وصل شعار الهلالي القادم مع الزعيم موسى بن عبد العزيز، الموسى قادم ومقدم لنا الزعيم، يصل هنا مع المركز الخامس مع شعارك يا راعي الزعيم. من يتابع لنا الزعيم محمد بن عبد الله بن سالم العسكري مع المركز الخامس يقود الزعيم في عملية التضمير في متابعة في مراقبة للزعيم، بينما المركز السادس شعارك يا بن حمدون الواصل مع الزناتي أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي مع الزناتي على المركز السادس، بينما المركز السابع ومن بدأ بالهجوم الآن وبدأ بالقدوم شعارك يا القمرة القادم مع وصول شاهين محمد بن صالح بن حمد القمرة النابت على المركز السابع، بدأ بالتسلل الآن وبدأ بالقدوم، بينما المركز الثامن ثامن التحديات وصل شعار بن رشيد الواصل مع منصور أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي الباحث عن الانتصار هنا مع منصور، بينما القادم أيضا والواصل شعار عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد الشامري مع وعر يصل على المركز التاسع مع وصول هنا وعر، بينما المركز العاشر من يقترب ويحضر القادم هو الهاجس حمدان بن جميعان العطوي وصل مع الهاجس على المركز الخامس، هنا هكذا هي العشرة الأسماء الأولى العشرة الشعارات المنطلقة الحاضرة في شوط الزمول في رقص الكبار وفي متعة الكبار هنا على أرضية ميدان الطائف. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع مجريات الصدارة ومع مجريات البداية هنا مع المركز الأول ومع الصدارة الأولى، حيث لا زال شاهين متصدرا ومتسيدا لهذا الموقع الموقع الأول. هنا شاهين على الصدارة وعلى المركز الأول، وسعيد بن سالم العويسي مقدم لنا شعاره، بينما القادم شاهين وعلي بن جابر بن علي الجرحم المري غير الأمور وتغير إلى الصدارة بالرقم واحد ليستلم زمام الأمور. هنا شعار هنالك شعارك يا بن جرحب على الصدارة الأولى وعلى البداية الأولى بالرقم واحد هنا ليستلم هذه القيادة وهذه هي الريادة هنا مع الصدارة الأولى ومع المركز الأول. ولكن يا راعي شاهين هنا الأسماء القادمة والشعارات الواصلة لا أمان إلا بعد خط النهاية، لا أمان إلا بعد خط الفوز. اندفع شاهين مع الصدارة والدماء الشارية مع المقدمة الأولى ومع الصدارة الأولى الرقم واحد، هنا بدأ يكون هذا الحاجز الكبير ما بينه وما بين بقية الأسماء. الكيلو متر الأخير، الكيلو متر المثير، جسر العبور، العبور إلى النوماس، العبور إلى الانتصار. يا علي يا بن جابر يا بن جرحب يا المري مع شاهين، من انطلق هنا بدون أوامر وبدون أي تعليمات هنا على الإطلاق على الصدارة على البداية، بدأ بالانفراد وبدأ هنا يحلق على أرضية ميدان الطائف مع الصدارة الأولى ومع المركز الأول، يحكم القبضة تمام السيطرة وكل السيطرة على الصدارة الأولى، بينما شاهين القادم
قادم على المركز الثاني بشعارك العويسي. سعيد بن سالم العويسي يقترب ويقدم لنا شاهين، ولكن هنا شاهين لا زال متصدرا، متمسكا بالصدارة، متمسكا بمقدمة هذا الشوط، بينما العويسي يقترب مع شاهين على المركز الثاني. هنا من يقترب ويحضر مع شعاره الأمتار النائية الفاصلة عن النوماس، الفاصلة عن ذلك الانتصار، عن ذلك النوماس الغالي يا راعي شاهين. ولكن هنا تحرك وتحرك شاهين ايضا بشعار العويسي. النوماس وين؟ الانتصار الكبير، النوماس الغالي، النوماس الثمين، ما بين العويسي وما بين هناك، ولكن غير شاهين. والقادم القادم شعار القمرة مع الامتار النائية محمد بن صالح القمرة النابت، ولكن شاهين الامتار النائية الحاسمة على الشوط، ولكن خلاص النوماس مع شاهين وشاهين مع النوماس. تهانينا والف مبروك لمالك شاهين سعيد بن سالم العويسي من قدم لنا شعاره. المركز الثاني شعار محمد بن صالح القمرة النابت مع شاهين على المركز الثاني. المركز الثالث ايضا كان الحضور هنا مع شعار علي بن جابر بن جرحب المري من قدم لنا شاهين هنا على المركز الثالث. المركز الرابع، اذا مشاهدينا متابعينا الكرام هكذا كان النوماس وكان هذا الشوط الحاضر هنا بشعار العويسي من قدم لنا شعاره هنا مع هذا الانتصار ومع هذا الفوز. لحظات النوماس، لحظات الانتصار هنا مع هذا الفوز ومع هذا الانتصار. لحظات النوماس، لحظات الانتصار هنا. 8:12 و80 جزءا من الثانية. تهانينا والف مبروك لمالك شاهين سعيد بن سالم بن حمد العويسي من قدم لنا شعار. المركز الثاني حضر شاهين محمد بن صالح بن حمد القمرة النابت. 8:13 37 جزءا من الثانية. المركز الثالث حضر شاهين بشعار علي بن جابر بن جرحب المري. 8:14 68 جزءا من الثانية. المركز الرابع حضر فيه النصر بشعار الدحبة بن قنازل بن مسلم العامري هنا مع المركز الرابع. المركز الخامس حضر شعار عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد الشامري مع وعر على المركز الخامس. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام